السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد في المستوى، هكذا رد معطاوي على المعلق المغربي جواد بدة. شاهدوا ماذا قال. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وشكرا لكل من أدعمني في قناتي. صارت يعني ترويج من تشويش انقلب عليهم وصار ترويجا لنا، وهذا شيء يحسب للجزائر التي عادة ما تلتزم بشيم الكبار. الكبار يا عباد يا نبيل عفوا، عندما تأتيهم يعني ممارسات من الصغائر لا يبالون ويلتزمون الصمت، وهذا ما فعلته الجزائر. بالنسبة لبعض الإعلاميين المغاربة الذين حاولوا يعني امتطاء الموجة في آخر ربع ساعة، ألا توقف ربما عند معلق بين سبور جواد بدا يا نبيل. أقول فقط عليه أن يكون فارسا لامتطاء جواد التعليق النزيه، ولا بد يا بد أن يكون لسانك حصانك في رفع لواء الباطل. لذلك أنا يعني أقول ردا على هذا المعلق المغربي، أقول عليه أن يكون فارسا لامتطاء جواد التعليق النزيه، ولا بد يا بد أن يكون أن لا يكون لسانك حصانك في رفع لواء الباطل. الرجل أراد يعني بهتانا أن ينساق وراء حملة مغربية شعواء ضد كل ما هو جزائري، كل ما هو جميل، لأن اليوم الجزائر اسم الجزائر ارتبط يا نبيل ارتبط بالجمالية، ارتبط بالرقي، ارتبط بالمستوى الكبير، ارتبط بعمالقة المنظمين في العالم. رأينا ربما كأس العالم في قطر، بعدها مباشرة انتقلنا من كأس عالمية في بلد يعني أعطى كل الإمكانيات إلى 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 إلى, إلى دورة إقليمية قارية، لم يكن المستوى يعني بعيدا في توفير الإمكانيات. لذلك أنا أقول لهذا الإعلامي المغربي وهو يشتغل في قناة قطرية، عليك أن تعترف بأن الجزائر رفعت التحدي وكانت قمة من قمم التنظيم الإفريقي، وأنا قلتها وأعيدها يعني دون كل ولا ملل. اليوم الشان صارت أحسن من الكان، لا لشيء سوى لأنها احتضنت من بلد اسمه الجزائر يا عباد.